متألق يا حلوة حلوة لعيب على الطريقة الإنجليزية بيضع ويسدد وينفذ. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في جمهور التالتة، وضيف حضراتكم نجم مصر ونجم نادي الزمالك وصديق والأخ العزيز كابتن طارق السيد، صاحب أشهر تنبؤ في الموسم الكروي الماضي. شرفنا النهاردة طبعا كابتن طارق المدير الفني لنادي الترسانة. يا كابتن طارق مساء الورد. مساء الفل أبو خليل، أخبارك إيه؟ والله زي الفل، طمنا عليك. خاسس خاسس جداً. خاسس جدا، يعني اصلا انت لوحدك من اللعيبه اللي بعد ما بطلت الكوره وانت خاسس، ومدير فني دلوقتي واضح ان الموضوع في حرق سعرات حراريه عاليه. انا ضحكك النائب طارق السعيد من حوالي اسبوع وانا داخل النادي يقول لي يا ابني انت رايح فين، انت تختفي. ايوه بتخس جامد جدا سبحان الله. الموضوع يعني صعب والشغلانه بجد ابراهيم. ترجع تلعب بقى؟ لا ترجع تلعب كوره تاني، يا ريت ينفع تاني. يا ريت ينفع. كان زمان، دلوقتي الدنيا اختلفت. الغله غير كتير قوي، احسن بكتير. كتمنص على راي كابتن عبد الجليل مختلف. لا وفي كمان نقطه تاني. انت وانت بتلعب انت بتتحمل مسؤوليه نفسك. طبعا، انما انت دلوقتي بتتحمل مسؤوليه نادي كامل وجمهور ولعيبه يعني بتقوم ب 10 15 دور. وانت لعيب كوره انت بتقوم بدور واحد بس، انت بتشتغل بس على نفسك، بتشتغل وعلى نفسك وبتساعد فرقتك، يعني بتساعد نفسك وفرقتك والمدير الفني. انما المدير الفني ده الله يكون في عونه، يعني سرعة الدنيا كلها. انت كلها متحمل. واسرع واحد شال شنطته، انا حطيتها معايا في العربيه. شنطتك جاهزه على طول. خلاص على طول. صحيح عندنا تفاصيل كتير، بس تعالى نبتدي معاك من التقرير. يلا ماشي. يعد واحدا من المدربين الصاعدين بقوة بعدما بدأ سلم التدريب خطوة بخطوة، حيث وضع اسمه ضمن المدربين الواعدين نظرا لاجتهاده وتفانيه في عمله، بجانب الفكر والأسلوب الخاص به والذي دائما ما يظهر على الأندية التي يشرف عليها. إنه طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق الترسانة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية. ويعد طارق السيد أحد أبرز نجوم الزمالك على مدار تاريخه، حيث استطاع أن يكتب تاريخا كبيرا داخل صفوف القلعة البيضاء. في خلال 19 عاما قضاها داخل أروقة القلعة البيضاء، والتي جعلته ضمن اللاعبين الأكثر تتويجا بالبطولات مع الفارس الأبيض بواقع 17 بطولة متنوعة. وبعد اعتزال طارق السيد لكرة القدم، بدأ في خوض غمار عالم التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا داخل نادي الزمالك مع أحمد حسام ميدو عام 2014، بجانب العمل كمدرب مساعد أيضا داخل النادي المصري البورسعيدي مع طارق يحيى، فضلا عن تولي المنصب ذاته داخل نادي الاتحاد السكندري رفقة هاني رمزي عام 2017. وبعد فترة ارتدى طارق ثوب الرجل الأول، حيث أشرف على تدريب المنيا بالإضافة إلى نادي النصر القاهري، ويتواجد حاليا على رأس القيادة الفنية لفريق الترسانة. وتعد مهام طارق السيد مع الترسانة هذا الموسم صعبة للغاية، حيث يتواجد الفريق في مجموعة القاهرة والقناة، والتي تشهد صراعا قويا من أجل تصدر المجموعة للصعود إلى الدوري الممتاز. ويحتل فريق الترسانة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعته بدور الدرجة الثانية برصيد 7 نقاط، حيث جمع من 5 مباريات حقق الفوز في مباريتين، بينما تعادل في مباراة وخسر مباريتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف. عن تجربته مع فريق الترسانة، توقعاته لشكل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، ولماذا تعثر الفريق في بداية الموسم، وما هي طموحاته مع الفريق، رأيه في الدوري الممتاز، وتقييمه لأداء الزمالك بعد مواجهتي MP وطلاع الجيش، وتوقعاته لمباراة القمة، وهل سيتأثر الزمالك بعدم التعاقد مع صفقات جديدة. كل هذا وأكثر يجيب عنه طارق السيد، ضيف جمهور التالتة مع إبراهيم فايق.
طيب خلينا ابتدي معاك بنادي الترسانه والماتشات، تارجح بين النتائج الكويسه والنتائج غير الموفقه، شايفها ازاي الفتره ديت؟ بص، هو في البدايه ابراهيم عشان برضو الناس تبقى فاهمه، وجمهور الترسانه جمهور كبير وجمهور محترم، لازم يبقى فاهم نقطه مهمه جدا. احنا ابتدينا الموسم بفتره اعداد كويسه جدا، عملنا كميه عدد ماتشات كبير جدا، حصلت بعض الاصابات في البدايه ابو خليل، اصابات مؤثره جدا. انا كنت استقر، كان عندنا في من السنه اللي فاتت اسمه نانا، حصلت له اصابه خطيره جدا ويمكن تغيب بسببها يغيب سنه، فاضطرينا ان احنا نعمل بعض التغييرات في الاخر ونعمل بعض الاضافات اللي هتعمل الفارق معانا في الفتره اللي جايه. ضمينا محمد توبة مكان اللعيب الافريقي اللي كان موجود، ضمينا احمد شكري، ضمينا اسلام فؤاد، ضمينا ده في اخر اسبوع يا ابراهيم قبل الدوري، ضمينا اكتر من لعيب واسم كبير يعملوا الاضافه معاك، انما ما لحقوش ان هم يخشوا معاك فتره اعداد ويشتغلوا معاك من البدايه. دي عملت تاثير كبير جدا في معايا انا بالنسبه للمجموعه اللي انا هبتدي بيها الموسم. زائد ان انت مش محظوظ بالمره على ملعبك، مش محظوظ على ملعبك بالمره، بس دي مش مبررات في الكوره. ايه دي مش مبررات في الكوره؟ مش مبررات، ما بقولش مبرر. لا انا بقول لك يعني تخيل ابراهيم الماتشين اللي انا لعبتهم على ملعبي، الماتشين اللي انا لعبتهم بره ملعبي هم اللي كسبتهم. انت كسبت السكه في السكه والنصر في النصر. الماتشين الثلاث ماتشات اللي بعد كده انا بتقدم في ملعبي وببقى كسبان لحد الدقيقه 90 وبتعادل. طب ده اسبابه ايه؟ انا ما بقولكوا عبل في الملعب. لا سيبك من إيه. انا مش بقتنع بالكلام ده قوي، يعني ما بحطوش طيب في دماغي قوي. انما انا عشان كده بقول مش محظوظ، يعني بجد على ملعبنا احنا مش محظوظين، لدرجه ان احنا حتى فكرنا انا والنائب طارق السعيد واتكلمنا مع بعض في الموضوع ده، وحاولنا ان احنا نغير اللعب على ملعبنا، ان احنا نلعب بره ملعبنا، ما دام ان النتائج بره الملعب بتبقى ايجابيه كلها. تشوفوا ملعب يعني تاني تلعبوا عليه، نلعب يعني؟ نلعب على ملعب تاني، ايه المانع؟ تاجروا ملعب تاني يبقى ده ملعبكم يعني؟ يعني الراجل حتى هو بدا يفكر معايا في الحته دي. ما دام الدرجه دي؟ ما دام ان انت مش موفق على ملعبك، ايه المانع؟ الناس بتدور يجي له موافقات امنيه يعرف يلعب ماتشات على ارضه. بص يا ابو خليل، الماتشين اللي انا خسرتهم على ملعبي بقول لك ببقى كسبان لحد الدقيقه 80 و85 و90، ببقى كسبان ومتقدم وانا وحش يعني، والاداء بتاع الفرقه مش حلو وكسبان، وفي الاخر انت بيجي فيك جوان غريبه بشكل غريب في وقت صعب جدا، ما بتلحقش حتى تلم نفسك فيه. فخدنا القرار احنا ورئيس النادي النائب طارق السعيد ان احنا نحاول نبص او نشوف المشكله. تروح تلعبوا فين طيب يعني؟ والله في فكر ان احنا نلعب في الكليه الحربيه، او في فكر تاني ممكن نلعب في الاستاد مقاولين، يعني ما عندناش مشكله. احنا برضو مش فكره اي حاجه زي الفكر الناس اللي انت كده حاسس ان الملعب منحوس يعني، ممكن تقول كده يعني، بس مش فكر بقى السيء اللي هو يقول لك ايه لا ده مش عارف ايه اعماله الكلام. انا مش بفكر في الموضوع ده ولا ما الناس قالت كده، اللي يقول انا مش موضوعي. بس انت بينك وبين نفسك يا ابو خليل لما تحس ان انت بتطلع بره تكسب وعلى ملعبك ما بتكسبش، ما عادي ما تكسر بقى سوء التوفيق ده واكسب بقى جوه ملعبك والدنيا تحلم. الماتش اللي يعني مثلا اخر ماتش لعبته على ملعبي كان بنها، انت كسبان لحد الدقيقه 80 85 خلاص. طب ما ندور بقى على الاخطاء الدفاعيه واخطاء ومضيع عدلنا كل ماتش بنعدل، بنحاول نشوف الاخطاء وبنشتغل عليها كوره بنشتغل. انما بتادي بره كويس قوي. ماتشك الجاي امتى؟ يوم الجمعه الجاي. فين؟ في بور فؤاد. يا خبر ابيض. والملعب اللي على ارضك هيبقى امتى؟ الماتش اللي بعديه وادي دجله ان شاء الله الجمعه اللي بعديه. ماتش قوي قوي. انت ماتشاتك في بص مجموعه القاهره ابو خليل مجموعه صعبه جدا، فيها حوالي بتاع 9 فرق تنافس. بتلعبوا بقى ايه الصبح ولا في الساعه 2:30؟ الساعه 2:30 مفيش اضاءه. لا مفيش اضاءات، مع ان نادي الترسانه ممكن تلعب عليه على اضاءه عادي لو انت عايز، لان في اضاءه في نادي الترسانه واضاءه قويه واضاءه كويسه جدا جدا. انما احنا بنحاول يعني ايه، ممكن تبقى نفسيا اللعيبه مش مرتاحه في اللعب في الملعب، ممكن بيتضغطوا، وعلى الرغم ان احنا بنشيل عنهم كل الضغوط. يعني انا وصلت لمرحله ان انا عشان اشيل عنك الضغط كمدافع او كلاعب نص ملعب، قلت لهم مره اللي عايز يمسك الكره جوه ال 18 بتاعنا ويرقص فيها رقص، ما تخافش العب براحتك، ما تقلقش، ضيع برده مفيش مشكله. يعني بحاول ان انا ارفع الضغوط عنك باي شكل، بس في الاخر
انت بتوصل لمرحله ال 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 ان انت لازم تكسر الحظ ده. بتكسره ازاي؟ يعني مش طبيعي برضو ان انت تكسب بره ملعبك وملعبك ما تكسبش، مش طبيعي، على الرغم ان احنا ملعبنا ملعب مميز، يعني ملعب حلو، استاد محترم واستاد كبير واللعيبه بتتمرن عليه ومتعوده عليه بشكل كبير جدا، بس في عدم تفاؤل بالتواجد جوه الملعب ده. طيب بغض النظر عن الجزئيه ديت، شايف مدى ثقه مجلس الاداره في الكابتن طارق السيد لحد ايه؟ طب هموتك من الضحك بمناسبه الكلام ان الناس برضو قعدت ترغي كتير قوي الاسبوع اللي فات ده، وطارق السيد، اقاله طارق السيد ورحيل طارق السيد. انا قاعد انا والنائب طارق السيد في الاوضه عندي بعد ماتش بنها، وفوجئنا احنا الاثنين باخبار متناثره في كل. انا قريت خبر ده، اقاله الكابتن طارق السيد. كلام مش موجود. بقول لك انا قاعد انا ورئيس النادي في الاوضه، احنا قاعدين مع بعض وبنتكلم، طب ايه المشكله؟ طب ايه اللي بيحصل؟ ليه الولاد مش في حالتهم؟ ليه بيضيعوا؟ يعني ماتش بنها ده احنا مضيعين بتاع 6-7 فرص بالشبكه، انت والشبكه. طب قال لي طب انت هتعمل ايه تاني؟ يعني الراجل بيقول لي انت وصلت كتير قوي. هو فاهم ان دور المدير الفني، فاهم كويس ان دور المدير الفني وصلك لحد ال، لا والراجل فاهم كوره كويس لحد ال 18 خلاص، انا بوصلك وبتصنع فرص، فدي كده بقى مشكله عند اللعيبه. والراجل فاهم كوره كويس وشايف شغله وشايف فيه اداء وشايف فيه لعيبه كويسه وامكانيات كويسه، انت عندك فرقه تصعد. بس هي الفكره في ايه يا ابو خليل برضو عشان الناس تبقى مرتاحه؟ الدوري ده دوري النفس الطويل. ازاي تقدر في البدايه تجمع، زائد ان انت يعني هقول لك على مثال حلو يا ابو خليل. السنه اللي فاتت انا مسكت النصر. تزيد دلوقتي ولا ماشي اول صح؟ السنه اللي فاتت انا مسكت النصر في 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 اخر 9 ماتشات. عملت معاهم شغل كويس يعني. ماشي؟ في اخر 9 ماتشات دول النصر كان في الترتيب ال 12 في الجدول. انت نهيت فرق معاك ماتش واحد، ماتش السكه الحديد على ملعبي اتغلبنا فيه 2-1. الماتش ده لو كنت كسبته كانت نسبه المنافسه على الصعود بالنسبه لنادي النصر او تواجده في الدوري الممتاز تعدي 90%. ايوه. فانت في 9 ماتشات بس. فالاستعجال، مجرد الاستعجال او الناس بتستعجل الراجل ان هو ياخد قرار ممكن يضر بالنادي كله غلط جدا. يعني انا فكره ان تغيير المدرب بعد 4 ماتشات في اي فرقه، مش طارق السيد بس، انت خد القرار اللي انت عايزه، والراجل مش في دماغه الكلام ده، بس لازم الناس تهدى على الراجل شويه، تسيبه. انت جايب تجربه شايفها ممكن بالنسبه لك هتحقق نجاح كويس، بس مش الراجل ياخد وقته. انت لسه دلوقتي بتقول كلمه حلوه قوي، بتقول ان كابتن مجدي عبد العاطي بعد تاني ماتش اصبروا على التجربه، سيبوا الراجل يشتغل على الاقل خالص لحد الدور الاولاني. ايوه. مش ده منطقي؟ أيوة. ولا نستعجل بعد 4 ماتشات ولا 5 ماتشات ونضرب كرسي في الكلوب للفرقه ويجي مدرب يقول لك مش انا اللي جايب اللعيبه، مش انا اللي عامل. أيوة. مش انا اللي مسوي حاجات كتير جدا. فسيبوا الناس تاخد يعني ايه، تاخد نفسها. خاصه في الدوري ده، لان مفيش فيه فرقه في الدوري ده يا ابو خليل هتمشي كويس طول الوقت. أيوة. هيبقى فيه تقلبات وكل الفرقه هتمشي كده. انت تخيل مثلا ان زد كسبان اول 4 ماتشات وراح يتعادل مثلا مع بلبيس في بلبيس، هتلاقي النتائج كل اسبوع بتتغير. يعني صحيح. يعني فرقه تبقى فوق وهتلاقي فرقه تاني بعد كده بقى هي اللي تحت، الامور هتبقى متغيره. بص ترسانه معاك وعايزين ترسانه تصعد. والله ان شاء الله هنصعد. شد حيلك. والله هنصعد. عارف انها ترسانه. ان شاء الله هنصعد. عارف انها ترسناوي. انا عارف. وان اراد ربنا ان شاء الله باذن الله ماتش دجله ده ممكن تشرفني. يا ريت يبقى وشك حلو علينا ان شاء الله. لا ما تحسبهاش كده، تتغير تيجي تقول وشك. طب تنورني. تنورني. انا اجي اتفرج وخلاص، تكسب ما تكسبش انا ماليش دعوه بالقصه دي، عشان ده نبقى متفقين. وحشني ملعب الترسانه، وحشني ملعب، وحشني النادي جدا، ان شاء الله باذن الله ابقى اجي لك. طيب كابتن طارق، خليني اخدك بقى للزمالك والدوري المصري. الاول بس مباراه القمه شايفها ازاي وشامم ريحه ايه في مباراه القمه؟ بص يا ابو خليل، اداء نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك يطمن قوي. يطمن قوي. طول ما هم في حالتهم الطبيعيه وبيأدوا بالشكل اللي هم بيأدوا بيه ده، لا صعب اي فرقه تكسب الزمالك، اي فرقه، حتى الاهلي. حتى الاهلي صعب يكسب الزمالك جدا في مباراه القمه اللي جايه، طول ما هم شغالين بالشكل اللي هم شغالين. الماتش اللي جاي الاهلي والزمالك، ما انا بقول لك اهو، طول ما نادي الزمالك بالاسلوب اللي بيلعب بيه دلوقتي شامم مكسب للزمالك في ماتش القمه بشكل كبير. طول ما كام النهارده في روح، في صوره كده وفي لقطه في ماتش الزمالك لفتت نظري جدا. زيزو خارج مثلا في الدقيقه 85، اول كوره ونجم مسكها وزيزو قاعد بره، جت اللقطه على زيزو بيحيي ونجم بشكل غير طبيعي. يلا شد حيلك، في روح غريبه في نادي الزمالك، روح كويسه.
تديك مؤشر هي دي روح البطوله. الزمالك يكسب الاهلي انت قلت بنسبه كام؟ لا لو مش بنسبه كام، هي مش موضوع نسبه. انت قلت يعني طول ما الزمالك شغال بالشكل اللي هو شغال بيه ماشي. ما احنا شغال، هو شغال الماتش الجاي الاهلي. ايوه انت بتقول لي يكسب اي حد، فانا بقول لك يكسب الاهلي. يكسب الاهلي يكسب الاهلي. اه طبعا. وبنسبه كام الماتش اللي جاي ده؟ دي نسبه مئويه، بنسبه كبيره جدا. كام؟ 90 150 70 80؟ لا اصل هو الماتش دلوقتي حاليا 50-50، انما تقول ايه؟ تقول الزمالك افضل، الزمالك احسن، الزمالك الاقرب للفوز بنسبه 60-70%، ما عنديش مشكله 60-70%. شامم ريحه بطوله الدوري السنه دي؟ انا شامم ريحه حاجات كتير. طب يلا ادينا. ارجعوا لنا يا شباب، ارجعوا لنا. بص يا ابو خليل، انا احساسي الداخلي الروح اللي موجود فيها لعيبه نادي الزمالك دلوقتي تخليك تحصل على عدد كبير من البطولات اللي انت بتلعب فيها. في روح. انت شامم اكتر من بطوله تقصد؟ طبيعي جدا بالشكل اللي شغال بيه نادي الزمالك. تقصد كده؟ اه طبعا. يعني حاجات كتيره دي تقصد بطولات كتير؟ اه طبعا. طيب. في روح كبيره جدا في لعيبه نادي الزمالك دلوقتي تديك الثقه ان انت تتكلم براحتك وتقول. ليه؟ الاداء شكله حلو، الروح شكلها حلو، شكلها حلو، التعامل اللعيبه بينهم ومن بعضهم نفسه يطمنك. انت قلت لي اول لما الدوري ما يبتدي اقول لك انا شامم ايه، فانت دلوقتي بتقول لي شامم ريحه بطولات كتير. اه دوري للزمالك، دوري شامم ريحه بطوله الدوري. خلينا نقول يا ابو خليل ايه، عشان برضو بس اصل الكلمه بتتحسب عليا وانت عارف، وانا مش عايز اتشتم. وانت بقيت فارس اول دلوقتي. أيوه. مش عايز تقلش منك. وانا مش عايز لو قلشت منك برضو زي ما الناس جابت الفيديوهات. زي ما الناس ما جابت لك الفيديوهات وطلعتها لما الزمالك كسب طلعها لك، لو ما حصلش ده حصل العكس. لا تقدر تقول ايه؟ يعني انا مطمن لفرقه الزمالك، يعني فرقه الزمالك تطمن لها بشكل كبير جدا ان هم رايحين لحته بعيده. ده يخليك اديني عنوان شامم. انت قلت شامم اكتر من بطوله للزمالك. صح كده؟ عايز تاخد مني اي حاجه؟ عايز اخد عنوان. عنوان. فشامم بطوله الدوري ده السؤال، اه او لا؟ حط ايدك على مناخيرك بقى وقول. طيب الزمالك ان شاء الله هياخد افريقيا السنه دي. اوكي. ده احساسي الداخلي، احساس يعني وديتني انت بقى، هي دي البطوله اللي انت شايفها. الزمالك عربي. احساسي الداخلي، مش هقول لك انا شامم ريحتها، لا انا حاسس من جوايا ان الزمالك رايح ناحيه افريقيا. رايح ناحيه افريقيا. المؤشرات اللي خلتك تقول كده هو اداء اللعيبه اداء اللعيبه وشكل الفرقه وشكل الفرقه مع كارتيرون وزياده. يعني انا شايف مثلا ان واحد من الناس اشرف بن شرقي لما يخش فورمه مستوى زيزو الرائع. على الرغم ان الناس حتى بتجيبش سيره طارق السيد في زيزو خالص ولا بتتكلم عليه. ما انا بقول لك يعني انا حتى في نادي الزمالك من دلوقتي ما بي ما بي ما بيفكروش ان حتى حد يقول لي شكرا. ليه؟ ما انت شكرا دي بتاخدها من الجمهور، جمهور الزمالك. وانا بشكر جمهور الزمالك على بس خلاص. دي انا بصراحه جمهور الزمالك ما استناش شكرا غير يكفيني ان جمهور الزمالك عارف ان طارق السيد هو اللي جاب زيزو الزمالك. ماشي. لما حتى لما رشحت لهم لعيب يا ابو خليل وقلت لهم روحوا خدوا ده، اللعيب دلوقتي اتنقل لنادي الشرقية للدخان. وانا بقول لك من دلوقتي الولد ده الفترة الجاية هيروح منتخب اولمبي وهيروح منتخب اول قريب جدا جدا، وهيبقى من نجوم الكرة المصرية في الفترة اللي جاية. هيبقى من نجوم كرة القدم المصرية. زيزو. لا ده زيزو بقى نجم خلاص. لا انا لما رشحت لعيب لنادي الزمالك وقلت لهم خدوا ده مكان ساسي واسمعوا كلامي فيه، اللي هو محمد نصر مودي. محمد نصر ما خدوش لحد دلوقتي. راح الشرقية للدخان ب 2.5 مليون جنيه. راح ايسترن كومباني. ولعب الماتش الاولاني وكان من نجوم المباراه. واتفرج عليه الفتره الجايه ابو خليل وتابعه كويس عشان تعرف كلام طارق السيد. انا بزعل لما بقول لهم على لعيب ما بيسمعوش الكلام. ليه؟ لان الولد ده والناس اللي انا بقول لهم عليه انا ما بتكلمش وخلاص، يعني ما بقولش على اسمه لعيب وخلاص. اتفرجوا على الولد ده في الشرقية للدخان دلوقتي وشوفوا مستواه. صحيح. يبقى العنوان بتاعنا بتاع حلقه النهارده عشان نبقى نفتكرها، كابتن طارق السيد حاسس ان الزمالك هيكسب بطوله افريقيا السنه دي. ده إن شاء الله. عنوان حلقه النهارده افتكروها بقى، دي واحد احنا في 1/11 بس انا مستوى اشرف بن شرقي لازم يزيد شويه عشان تبقى الاركان كلها مكتمله. لان انا زعلان من اشرف. زعلان منه؟ ليه؟ مش عارف يعني، انا حاسس ان هو مش مركز، مش فايق، مش اشرف بن شرقي اللي ضيع فرصه زي اللي ضيعها النهارده في ماتش
في ماتش الجيش. الجيش ضيع فرصة واحدة في ماتش الذهاب وماتش العودة بس سجل برضو. بس لسه أشرف مش أشرف بن شرقي. تفتكر موضوع التجديد ده مأثر عليه؟ جدا، ولازم نخلص النادي يخلص منه. يخلص منه بالتجديد ولا يخلص من الموضوع ولا يخلص من يخلص أشرف منه يعني. بالتجديد أشرف لعيب مهم جدا ولازم النادي يستعد. لازم يخلص الموضوع. يخلص الموضوع. لا مش يخلص من أشرف المشي. يخلص منه. لا يخلص بالتجديد. يعني أصل في حاجات يا أبو خليل الناس ما تختلفش عليها كلاعيبة كورة. يعني حد يقول إن أشرف بن شرقي النادي سهل إن هو يسيبه؟ لا، كلام صعب جدا. لعيب مهم. مهم جدا. يعني أنا كنت أتمنى برضو من بدري كان موضوع فرجاني يخلص. ما خلصش فرجاني، ما كررش نفس الكرة. حتى لو هو طالب شروط صعبة شوية، في حاجات أصل في لعيبة ما ينفعش التفريط فيها. ايوه بس واحد كان حاطط شرط جزائي برضه يقول لك انا وقت ما احب امشي امشي برضه، ما دي برضه صعبه برضه يا كابتن طارق. يعني تتفاوض معاه. ومين بتفاوض معاه ويعرف يجيبه؟ ما هم بيتفاوضوا معاه دلوقتي. بس مين اللي يعرف يجيبه؟ مين اللي يعرف يخلص معاه؟ مين اللي يعرف ينهي الموضوع يا ابو خليل؟ عاجبك الزمالك مع كارتيرون؟ 25 مباراه بلا هزيمه حتى جدا 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 بصراحه. المستوى بيزيد من ماتش لماتش. وفي لعيبه نضجت بشكل كبير جدا. يعني لما تيجي تتفرج على زيزو، تيجي تتفرج على فتوح، تيجي تتفرج على الونش، محمود علاء بدأ يرجع لفورمته. طارق حامد ولا أروع من الأداء الفترة الأخيرة. مصطفى فتحي بدأ أو هيخش، والراجل بدأ النهارده. بدأ النهارده حلو. النهارده كان حلو. عمر السعيد بسم الله ما شاء الله عليه، مع كمان الراجل عامل حاجة حلوة قوي. يعني الماتش اللي فات بدأ بالجزيري وغير عمر السعيد. نزل جاب جون. النهارده بدأ بعمر السعيد جاب جون ختم بالجزيري وغير بالجزيري. عندك بقى بيدخل الناس فورمه وبيدي فرص للناس ما عندوش اللي هو ايه، لا فلان بس اللي بيلعب او لا، بيدخل الناس كلها. فدي بتوسع تحت رجلك السجاده شويه. القماشه بتاعت الزمالك اصلا كبيره ولا شايفها قليله؟ لا كبيره طبعا، كبيره. انا مش قلقان من موضوع القد ده، حتى الموجودين دلوقتي يقدروا يعملوا الفرق مع نادي الزمالك. كان معايا كابتن الفرقه شيكابالا في مداخله، فعجبني جدا ان هو وهو بيتكلم في وسط كلام، حتى يمكن انا ما سالتوش، فقيته بيقول احنا القوام اللي عندنا قوام كبير وقوام قوي، والاضافات والتدعيمات اللي جت بغض النظر عن مساله القيد. فسالت له طب ما هو القيد مقفول، فقال لا ما هو اللعيبه اللي جت دي اضافات. طبعا نجم اضافه. مصطفى فتحي اضافه. سيسي اضافه، وان كان لسه سيسي طبعا بس سيسي لما يرجع هيضيف بشكل كبير جدا جدا مع التيم اصلا اللي هو محقق بطوله الدوري. مع انه امام عاشور يدوس على نفسه حتتين ثلاثه عشان يبقى امام لعيب جامد، فيقدر ان هو يكمل ويدوس كمان في المركز ده. يعني لازم حد يدبدب ورا امام شويه. يعني ايه دبدب؟ من اللعيبه اللي موجوده. يعني يوجهه تقصد يعني؟ لا طول ما في منافسه في مركز لعيب يدبدب وراه. يحسسه ان هو المركز ده مش مضمون بتاعك. اوكي راحت. تمام ماشي. لا انا موجود. يبقى في صراع، في منافسه على المركز. هي دي. انت النهارده بتعمل صراع بين الجزيري وعمر السعيد. ده مصلحه الفرق. صراع تنافسي. هو ده. فلازم حد من اللعيبه اللي مش بتلعب اساسيين دلوقتي في نادي الزمالك في حته امام عاشور. لعيب الكوره بيريح لما ما يلاقيش حد في داره. ده 100% بيريح. ده 100% 100% لازم حد كده ما يحسسك بالقلق. طول ما انت قلقان تمرن جامد، تدوس على نفسك جامد، فما تريحش. هو ده. وده هيفرق جدا مع امام عاشور. لان امام لعيب مميز جدا ولعيب كبير ولعيب كويس قوي. ولو هو حس بالقلق على مكانه ده هيدبدب. طب هو مين اللي هيدبدب؟ ما هو دي الفرقه. انت عندك اشرف رؤى. عندك محمود عبد العزيز. عندك اكتر من حد. انت ممكن توظف اوباما في الحته دي. توظف عزيزو في الحته دي، لان انت عندك دلوقتي كمان قدام مصطفى فتحي ممكن يلعب حته اليمين دي ويبقى فيها متالق جدا جدا جدا. بس موجود فيها زيزو. طب ايه المانع ان بس تيجي تفكر فيها يا ابو خليل؟ اصل برضو المدير الفني عنده حسابات. زيزو طول ما هو قريب من الجون بقى مميز قوي في الحته التهديفيه. فانت مش عايز تبعده في الكورسات وفي الكورسات. الله ينور. فانت مش عايز تبعده. وفي نفس الوقت عندك لعيب مميز جدا لو مصطفى فتحي فاق، وبقى مصطفى فتحي اللي هو لعب بس مصطفى نجاحاته كانت اكتر مع كابتن احمد سامي، وهو في سموحه كانت نجاحاته اكتر في الحته بتاعه الاسترايكر المهاجم الثاني. عشان كده بقول لك ايه، انت
ازاي تقدر تخلق منافسه في مكان يديك التفوق بتاع الفرقه او بتاع التيم اللي هو انت ايه ما عندكش يعني ما عندكش مكان محجوز لها. هو ده ما عندكش مكان محجوز هو ده صحيح. انا بتعب عشان كده بيعجبني ليه طارق حامد الوحيد اللي بيتحط تحط عليه بقيه الفرقه وعمره ما حسس اي حد ان هو يعني ان ده مكانه لوحده انه ده مكانه لوحده بيلعب إيه؟ اكن في ناس بتصارعوا على المركز ده وبتنافسوا على عشان كده اللعيب عنده مسؤوليته الشخصيه يعني هو متحمل مسؤوليته هذه عقليه لعيب عشان كده تقول ايه يعني في ناس ما هو نفس نفسه ما هو, يعني. ما هو محمد صلاح بينافس نفسه نفس نفسه مثلا صحيح. على المستوى العالمي كريستيانو رونالدو بينافس نفسه ميسي كان بينافس نفسه صحيح. فانت ازاي تخلق لنفسك انت مراحل تنافسيه لنفسك طب مش موجوده جواك الحته دي لا خلي حد بقى يدبدب وراك صحيح صحيح طب ده كلام مهم جدا احنا لسه مكملين مع حضراتكم مع كابتن طارق السيد حوارنا الممتع اللي دايما فيه صراحه كبيره جدا جدا بعد الفاصل خليكم معانا طيب خليني اسالك على عمر السعيد شايف ان هو مهاجم نادي الزمالك اللي المفروض يكمل ويستمر ولا الطريقه اللي شغال بيها الراجل دي هي الطريقه الافضل اللي يغلبه ويلعبه عمر يبقى رجليه في الملعب وبرده سيف الجزيري يبقى رجليه في الملعب لا لازم يجهز كل الناس يجهز كل الناس انما عمر راجع نادي الزمالك بعد الاعاره بتاعت الجونه بشكل مختلف بيأدي بروح عاليه جدا عنده حافز كبير جدا عنده شراهه تهديفيه اتعلم الدرس زي ما عايزين نقول ايه اتعلم الدرس اللي هو حصل معاه قبل كده ان انا كنت موجود داخل نادي الزمالك ومشيت واللعب بره الزمالك صعب لا مش صعب بس انت في مكان مصر كلها بتشوفك ومصر كلها بتتفرج عليك وفي مكان انت الناس بتحسدك عليه فانت عودتك مره ثانيه لا تخليك تفكر 100 مره وانت بتأدي وانت بتشتغل وانت لا لازم تقاتل على المكان بشكل كبير جدا عشان ما ينفعش تمشي من مكان تاني الناس مش واخده بالها انه الكره الحلوه دي اتعملت من طارق حامد والاستلامه العظيمه بتاعت زيزو بالجول بتاع عمر السعيد جول حلو قوي جول حلو قوي من الجوال الحلوه يعني تحركات زيزو بقت حركات الولد تطور بشكل كبير جدا تطور وبقى يعني عنده الحته اللي قدام ال 18 دي بقت مميزه جدا خد بالك انت لما تيجي تبص هتلاقي ان زيزو الزمالك جاب 4 اجوان زيزو مشترك فيهم 2 اسيست و2 جونين ده حقيقي طيب في ضوء ما سبق ماذا عن لقاء القمه وكيف يجهز كارتيرون نفسه لبيتسو موسيماني وبيتسو موسيماني مدير فني ما اعرفش هتوافقني الراي ولا لا بتاع ماتشات كبيره بيركز قوي في الماتشات الكبيره وكارتيرون نفس القصه بركز قوي في الماتشات الكبيره الزمالك كتاب مفتوح بالنسبه لماتش في ماتش القمه الاثنين كتب لا مفتوح. والله لا ليه بيتسو موسيماني عنده تغييرات في التشكيل كل وقت ما بين 4 3 3 و 4 2 3 الله ينور عليك زائد حتى في الاسماء يعني هو الماتش اللي فات بيتسو موسيماني لما غير الطريقه فاجئ ناس كتير جدا بتغيير طريقه اللعب وبالتشكيل نفسه الماتش النهارده ما عملش الشكل اللي اتعمل الماتش اللي فات مظبوط بدا يغير محمد شريف لعبه النهارده وتهديفه هتخلي بيتسو موسيماني يفكر 100 مره قبل ما يقعدوا الماتش الجاي هل هيبتدي بيه ولا هيبتدي بيرسيتاو ولا هيبتدي باسمه الثاني الافريقي الثاني اللي هو ميكيسوني عنده تغييرات كتير في تشكيله هتلاقيه بيلعب في التشكيل كتير انما بيتسو موسيماني قصدي كالتيرون مختلف معروف معروف مين هنا يبقى تغييره واحده بس في الجيم اوباما يبدا ولا مين اللي هيبدا 10 من الشكل اللي موجود مع نادي الزمالك مفيش لعب في التشكيل كتير المسلوسي حاجز مكانه بسبب غياب حازم فتوح بنسبه كبيره حتى التفكير في عبد الشافي ما عندكش مشكله الاثنين مستواهم عالي والاثنين ما عندهمش مشكله ان هم تبتدي بيهم واعتقد ان الاقرب في البدايه فتوح علاء يعني تشكيل الزمالك واضح بالنسبه حتى لجمهور الزمالك هيبقى لعب في مركز 10 مصطفى فتحي اللي يكمل ولا يوسف وما هيرجع من الاصابه وهيخش
هي تغييره واحد. انما بيتسو موسيماني لا عنده تغييرات كتير. فده بيديك مؤشر مدى استقرار هنا والاختلاف في وجهات النظر ما بين مين اللي يبدا ومين اللي ما يبداش في النادي الاهلي. ايهما بيبقى افضل، ان انت تبقى الورق عندك متلخبط بس انت عارف انت عايز تعمل ايه، ولا انك تبقى منظم اكتر في مجموعه الاوراق اللي انت بتستخدمها؟ لا التنظيم طبعا. انت لما تبقى انت عارف انت عايز تعمل ايه من قبل الماتش باسبوعين اوريدي انت اوراقك واضحه بالنسبه لك، لا ما عندكش مشكله. وهل بيتسو موسيماني مش منظم؟ عنده تغيير كتير يا ابو خليل. عنده، انا مش بجزم ان الزمالك رايح الماتش خلصان، لا القصه ان انت لو انت مش محدد ومش عارف انت هتبدا ازاي وهتعمل ايه دي مشكله. انت النهارده مغير طريقه اللعب بالنسبه للنادي الاهلي في ماتشهم مرتين في الجيم او ثلاث مرات، ما ده مش كويس. مرتين، هي كان ابتدى 4 3 3 وبعدين غير 4 2 3 1 مش كويس. مش كويس. انت اصلا 4 3 3 ما حققتش الشكل اللي انت عايزه فيه النهارده، خاصه كمان ان الكابتن ايهاب جلال كابتن خالد ايهاب جلال كابتن خالد جلال كان مقفل لك الشكل اللي انت بتلعب بيه، وحتى هو غير كابتن خالد غير طريقه لعبه عشان خاطر يلعب على الشكل اللي انت بتلعب بيه. شكل النادي الاهلي بعد ما عمل التغييرتين وطريقه اللعب كان افضل بكتير. هل هتبتدي بدي ولا هيرجع 4 2 3 1؟ طب انت شايف ايه افضل للاهلي؟ ايه 4 2 3 1؟ انا عايزه يتلخبط. انت عايزه يتلخبط؟ اذا كان عليك يا زملكاوي عايزه يتلخبط. بس بنتكلم لو انت من وجهه نظر يعني محايده تحليليه يعني 4 2 3 1 افضل له بالنسبه له، لان الـ الشكل ده انت بتلعب بيه فتره كبيره جدا. ما تجيش في يوم وليله، لان انت كمان حتى النهارده الماتش اللي فات لما كنت غيرت 3 4 3 لانه نزل حمدي فتحي ما بين الاثنين السرد باكات، يعتبر لعب سرد باك ثالث وبدا يكمل في نص الملعب وكان بيزيد في الحته بتاعت نص الملعب. عارف انت ابو خليل ايه الاختلاف والتغيير اماكن اللعيبه كتير حتى بيلخبط اللعيب نفسه. لازم تبقى انت ما بتلعبش في الحته دي كتير بشكل كبير. انت ممكن تغير في الاشخاص مش في المراكز. ازاي في الاشخاص؟ يعني مثلا عندي اربع سرد باكات اغير فيهم لو هلعب باثنين سرد باكات، انما ما رجعش مثلا ديفندر يلعب سرد باك، ما رجعش باك رايت يلعب سرد باك. عارف انت ايه؟ يعني حمدي فتحي افضل بكتير جدا في نص الملعب، بيبوظ للفرقه الثانيه لعبها وبيصلح مشاكل كتير جدا في نص الملعب بتاع النادي الاهلي. لما انت بتحوله وبتغيره من مكانه وبتحطه في مكان تاني لا صعب. عشان كده لما تشوف النهارده حمدي فتحي يا ابو خليل لما نزل نص الملعب، نص ملعب النادي الاهلي تقل واختلف وراح وجاب جول. انما هتغير مكانه وهتلاعب ومره تلعب لي قفشه ناحيه اليمين ومره تلعبه ناحيه الشمال، لا في التغييرات دي كتير جدا صعب جدا في اسم زي اسم النادي الاهلي. طيب في ضوء الصفقات الجديده اللي عملها النادي الاهلي، ايه رايك في بيرستاو؟ ايه رايك في احمد عبد القادر عودته مره اخرى؟ ايه رايك في ميكيسوني؟ بص بيرستاو، بس هتقولي بموضوعيه بقى ملهاش علاقه بوجهه نظرك كزملكاوي. بيرستاو لعب كويس، لعب كويس جدا وعبر عن نفسه في اول ماتش. النهارده ما كانش في حالته الطبيعيه، انما هو واضح ان هو خامه كويسه جدا وهتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا. عبد القادر لعيب مميز جدا جدا جدا، لعيب حريف، لعيب كوره، ولعيب عنده ثقه في نفسه غير طبيعيه. ممكن يعمل الفارق مع النادي الاهلي، محتاج ان هو ياخد من البدايه عشان يعبر عن نفسه اكتر، لانه هيعمل الفارق مع النادي الاهلي الفتره الجايه بشكل كبير. ميكيسوني مهاري قوي بس ستايله ممكن ما يليقش مع النادي الاهلي قوي، مش حاسه قوي يعني، مش يعني لا. لما تيجي تبص مثلا ميكيسوني ولا عمار حمدي في الحته دي، لان عمار حمدي ينفع يلعب في الحته بتاعت ميكيسوني، لا عمار افضل بكتير جدا جدا. ادي الثقه بتاعت اللي انت منديها لميكيسوني ده لعمار حمدي، لا يوديك لحته بعيده جدا. لاحمد عبد القادر يوديك حته بعيده جدا يعني. انما بيرستاو ده لاعب كويس جدا، لاعب كويس واضافه كبيره. احمد عبد القادر لاعب اضافه كبيره. وجود عمار حمدي في النادي الاهلي وعودته تاني عوده مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي،
لا في النادي الاهلي عمل صفقات كويسه السنه دي. لو انت بتفكر ان الاهلي ده يكسب مباراته قدام الزمالك، لو انت بتدرب النادي الاهلي، مش هفكر في كده خالص. جدلا يا سيدي، جدلا يا سيدي، جدلا تلعب بمين راس حربه؟ تلعب بشريف ولا بيرسي تاو وتخلي تلعب بشريف ولا بيرسي تاو وتخلي واحد منهم جناح، او تخلي منهم واحد على الدكه، تعمل ايه؟ بص انا شايف ان الشريف بيتظلم في النادي الاهلي. شريف بيتظلم؟ انت جايب لعيب افريقي عايز تلعبه كموسيماني، وعندك هداف الدوري السنه اللي فاتت. طب يعني ايه عايز تقول لنا ايه؟ لا شريف من اميز الفراوده اللي موجوده في مصر، خلينا نتفق. كان هداف الدوري السنه اللي فاتت، وعامل لك وشالك كتير جدا. حتى لما جبت اللعيب الافريقي اللي هو كان بيلعب في الجونه اللي مشي السنه دي، ليه قلت انه شريف مظلوم؟ مع ان انت لما كنت بكلمك على عمر السعيد وسيف الجزيري، عجبتك فكره كارتيرون انه غير ده وغير ده ولعب بالاثنين. هقول لك انا ليه ما قلتش انه الجزيري اتظلم عشان ادى اداء كويس وجاب اجوال الفتره اللي فاتت، والراجل قعده ولعب بعمر؟ ما انا كنت جاي لك ليه قلت بميكالين؟ انا كنت جاي لك في دي. لما جابوا بواليا السنه اللي فاتت النادي الاهلي، كان شريف راكب قام ركب بواليا شويه لحد ماشي. اما وقع ورجع شريف هو اللي شال الليله تاني. انت جبت وخد هداف الدوري، انت جبت بيرسي تاو السنه دي وشريف كان شغال وماشي كويس جدا وهداف دوري. طب ما الجزيري برضه شغال وهداف وجاب اجوال وقعد ولعب عمر جاب اجوال ورجع. حلو. عمر اقصد ان انت هنا اثنيت قوي على دور المدير الفني انه علا الاثنين بتوعه، وما اثنتش على 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 بيتسو موسيماني. شوف فرحه شريف. ما تستناني بس عشان اخد وجهه نظرك كامله. وما اثنتش على بيتسو موسيماني اللي استخدم بيرسي تاو وجاب اجوال، وبرضه استفاد النهارده شريف وجاب اجوال، فبرضه بقى عنده الاثنين جاهزين. هي نفس هو نفس الموضوع. لا مش هي هي. مش هي هي؟ ليه؟ لان حتى كالترون لما بدا الموسم ما بداش بعمر السعيد، بدا بسيف الجزيري وادى فرصه لعمر السعيد في الشوط الثاني، نزل جاب جول كان كويس جدا ماشي. جه النهارده بدا بعمر السعيد، راح مقعد سيف وبدا بعمر، بدا بعمر السعيد وبرضه ادى لسيف الجزيري ماشي. بس عمر السعيد ختم كويس قوي مع كابتن طارق. الاثنين استفادوا، ما الاثنين لعبوا. طيب الاثنين سجلوا. طيب وهنا برضه الاثنين استفادوا والاثنين لعبوا والاثنين سجلوا. بس انت بتتكلم عن هداف الدوري السنه اللي فاتت ماشي، هداف الدوري وماشي كويس قوي معاك وشالك كتير قوي السنه اللي فاتت. ما جيش السنه دي ابتدي بلعيب غيره، يعني ابتدي مجرد البدايه بلعيب غيره. كان سؤالي عن التفضيل ما بين مين يلعب جناح ومين يلعب راس حربه. شريف فيرود. شريف فيرود وبيرسي تاو يلعب جناح. اصلا جناح، خد بالك ممكن، لانه بيرسي تاو اصلا جاي النادي الاهلي جناح. ممكن. عارف انت لو عندك نفس الفرق او نفس الخامه في التحركات بتاعه عمر السعيد والجزيري، انا ممكن العب الاثنين، اودي الاثنين. بيرسي تاو ينفع يلعب بها جناح، شريف ممكن يلعب جناح، وشريف اصله جناح ماشي. انما دي موجوده هنا، انما مش موجوده في نادي الزمالك. عشان كده بقول لك ايه، نادي الزمالك الروتيشن او التغيير ما بين الاثنين واعطاء الفرصه للاثنين والاستمراريه بتاع الاثنين مفيده جدا لنادي الزمالك. انما مش مفيده بالنسبه للنادي الاهلي، لان انت ما ابتديتش بشريف الموسم، ما ابتديتش بيه في بدايه الموسم، وجبت واحد من بعيد قوي حطيته وركبته على شريف لماتشين ورا بعض. انت ابتديت ببيرسي تاو الماتش الاولاني بتاع الاسماعيلي، وابتديت النهارده بيه، ومخلي شريف تغييره اللي هي تغييره ايه؟ لما بتزنق والتاني بيخلص، ما هو جاهز وقاعد. بس طيب اسال سؤال تاني برضو في الجزئيه اللي لها علاقه بمباراه القمه. دايما مباراه القمه بتشهد ميلاد لاعبين جدد. هل القمه اللي جايه ديت ممكن يبقى فيها لعيبه تكتشف نفسها مره او تعيد اكتشاف نفسها مره اخرى؟ كتير ممكن. من الاهلي او من الزمالك؟ ممكن. مين تتوقع له انه يكون ظاهر بشكل كويس من الزمالك الاول؟ صحوه اشرف بن شرقي. مهمه جدا في الماتش ده، هتفرق معاه جدا بالنسبه ليه هو شخصيا مع جمهور نادي الزمالك. هو اشرف مش محتاج ان هو يكتشف نفسه في نادي الزمالك، بس لسه اشرف ما جابش نفسه بالشكل الكبير جدا. اعتقد في النادي الاهلي
انا ما اتمناش دي ان بيرسي ده هيبقى لعيب رخم في الماتش ده. هيفرق تقصد مع مع الاهلي؟ هيفرق مع الاهلي. تخيلاتك انه ايه افضل للمباراه دي من ناحيه تحكيميه؟ طاقم تحكيم مصري، طاقم تحكيم عربي، طاقم تحكيم اوروبي؟ هو القرار اتخذ ولا لسه؟ انت طيب انت كنت نجم كبير في الزمالك. طب اتخذ قرار ولا لسه بالحكم؟ لسه ما اتخذش قرار لسه. بس انا سامع في بعض المواقع بيقول لك في اتحددت الاسماء، يعني يا محمد عادل يا ابراهيم نور الدين ده. وفقا للاخ احمد عبد الباسط من يوم الجمعه وهو منفرد الانفراد ده وانا وهو عاملين نتخانق مع بعض، احنا مش عايزين يعني كل الثقه طبعا في الحكام المصريه وحكام على مستوى عالي وحكام محترمه، بس اتمنى يبقى حكم اجنبي. يعني اتمنى اجنبي. اتمنى ده. طيب لسه عندنا تفاصيل كتير هنتكلم فيها مع كابتن طارق السيد، نروح لفصل الاخير وتفضيلات الكابتن طارق السيد لها علاقه بتحكيم اوروبي لهذا اللقاء. نفس الكلام اللي كان بيقوله الحاج عامر حسين، قال لك انا عايز تحكيم اجنبي اوروبي من وجهه نظره ده الافضل لمباراه القمه. فاصل ونرجع نكمل كلامنا. طيب كابتن طارق خليني اسالك على بطوله الدوري الموسم ده، شايفها ازاي مع الجولتين اللي اتلعبوا فيها الحاجة؟ بصراحه بدايه قويه جدا لدوري قوي جدا جدا جدا، ما في النتائج وال 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 والارقام والماتشات اللي بنتفرج عليها سخنه جدا. يعني انا مثلا اتفرجت على ماتش الاتحاد وسموحه 4-4. أيوة. في جيم من الـ من الـ من 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 كامباك تاريخي للاتحاد السكندري. خد بالك الاتحاد السكندري برضه عامل كامباك برضه امبارح تاني وكسب 3-2 كسب فيوتشر كان بيلعب فيوتشر وحتى بدايه فيوتشر بدايه فاركو اللي هي حتى يعني شوف فاركو ما كسبتش لحد دلوقتي، انما انا متوقع ادائهم هيبقى قوي جدا مع مجدي عبد العاطي الفتره الجايه ولما اللعيبه تنسجم مع بعض، لان برضو خد بالك عملت صفقات كتير جدا وكلهم جداد على بعض، لسه الفرقه دي هيبقى ليها تطور في ادائها بشكل كبير جدا مع مجدي عبد العاطي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. لا في فرق كتير حتى المقصه او هويدي مع 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 الكابتن مصطفى. مقص ما اسمهاش هويدي يعني، رجعوا تاني في كلامهم يعني مقص. اداء مع الكابتن تامر مصطفى اداء مميز جدا، وهو من المدربين المحترمين اللي انا لعبت ضدهم السنه اللي فاتت وعارف هو قد ايه مدرب ذكي ومدرب قوي جدا. ما شاء الله. على الرغم ان نتيجته كانت سلبيه معايا بالنسبه لي انا كسبت يعني في المباراه، انما هو من المدربين الشاطرين جدا 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 وليه مستقبل كبير في التدريب. فلا الدوري السنه دي دوري صعب جدا، التكهن بيه هو رايح فين، انما ده هيبقى بالنسبه لنا احنا امر ممتع. هتتفرج على ماتشات كتير كويسه، كل المباريات فيها اهداف، كل المدربين اللي موجودين بيلعبوا على ان بشكل هجومي بشكل كويس جدا. اتطورنا والله يا كابتن طارق كتير، يعني انا بفتكر زمان لما كنا بنتفرج عليكم ما كناش بنتفرج غير على الماتشات اللي طرفها اهلي وطرفها زمالك، وكل سنه وانت طيب. احنا بقيت الماتشات التانيه بنعرفها من الجرايد مين عمل ايه فين. بعدين لما الامور مشت شويه كنا يا دوب كل فين وفين لما نخطف لنا ماتش طرفه اسماعيلي، ماتش طرفه مصري، ماتش طرفه اتحاد. دلوقتي الناس تتفرج على حتى المباريات اللي للفرق اللي ملهاش جمهور تتفرج عليها، الناس تتفرج على فيتشر وفاركو. هقول كلمتين بس ما حدش يزعل مني من المدربين الكبار الاساتذتنا اللي احنا بنتعلم منهم والكبار على دماغي جدا 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 وليهم تاريخ الواحد لو قعد يتكلم فيه من هنا للسنه الجايه. بعض المدربين الشباب اللي موجودين متعودين على الكره الهجوميه. ايوه بيحبوا الكره الهجوميه. دي في حد ذاتها ممتعه جدا. ايوه عشان كده انت هتستمتع السنه دي بدوري قوي. الكره الدفاعيه اللي كانت بتتلعب زمان ما بقتش موجوده دلوقتي. كل الناس دلوقتي عندها الحافز الهجومي والشكل الهجومي، سواء مجدي، سواء تامر مصطفى، سواء كابتن علي ماهر، احمد سامي، كابتن احمد سامي، الاسماء دي كلها. وانا مش عايز انسى حد عشان ما حدش يزعل مني، مع التقدير والاحترام لكل المدربين الكبار اساتذتنا. يعني الكابتن حلمي طولان ده استاذي. الكابتن طلعت يوسف استاذنا. الكابتن ايهاب جلال من المدربين اللي انا بحترمهم بقدرهم جدا، هو برضه يعتبر من المدربين اللي هم مش شباب قوي ومش كبار قوي، وسط يعني. اللي هو الجيل المحترم اللي هو برضه كورته هجوميه.
فالكره الهجوميه دلوقتي يا ابو خليل من المدربين عندهم الجراه. ايوه بس برضو خد بالك زي ما موجوده الكره الهجوميه موجوده الكره الدفاعيه في كل حته. كل حته بس انت ليه مستمتع بالدوري السنه؟ انا ليه مستمتع انا طارق السيد؟ عشان الشراهه بتاعت المدربين وان هم عايزين يهاجموا. انا عايز اشوف الكره في الجون، انا عايز اشوف شكل هجومي، عايز اشوف طريقه هجوميه، عايز اشوف الكره على طول في فرقتين بينزلوا يهاجموا بعض. هي دي هي دي. انت على سبيل المثال مثلا شوط كامل لسموحه 4-0، الشوط الثاني كامل للاتحاد 4-4، الماتش بتاع فيوتشر والاتحاد نفس الحكايه. على طول كره هجوميه، في ده بيهاجم هنا وجون هنا وجون هنا وجون. هو ده الامتاع، وهو ده واحد. وبعدين الاتحاد يرجع يبقى 2-2، بعدين يبقى 3-2، وامبارح الامبي والمقاولين 3-0، بعدين 3-1، بعدين 3-2. ولو استمر المباراه كان ممكن المقاولين يرجع فيها ثاني اكتر من كده. المباراه كلها فيها نديه، هو ده الامتاع. النهارده المقصه بيفوز على الجون 2-0، برده ما برده دي من الماتشات اللي تشكل مفاجات يعني. النهارده ماتش الاهلي والبنك، البنك النهارده برده عامل جيم الكابتن خالد جلال. لا كابتن خالد مدرب من حاجه من اثبت على فكره انه كان يستحق كل الفرص الكبيره، وعلى فكره عامل فرقه محترمه جدا. ومعاه جهاز محترم. الناس اللي شغالين معاه بصراحه امير عبد العزيز امير مدرب جامد، مدرب كويس جدا. امير مدرب جامد. خلينا نتفق ان هو عامل تيم كويس. كابتن خالد جاب هلال، جاب الباك ليفت بتاع دجله الافريقي، جاب اسماء كتير. يعقوبه وهلال جاب اسماء كتير، واشترى كريم بامبو، بس ممكن حصلت له مشكله المنشطات دي، بس هيرجع خلاص شهر 12 يعني. مستعير اسامه فيصل بتاع الزمالك. عنده جايب فرقه محترمه. كل الانديه دلوقتي ابو خليل عشان امكانياتهم الماديه قويه جايبين فرق وعاملين فرق محترمه جدا. عشان كده بقول لك ان تواجد عدد كبير من المدربين الشباب اللي بيحبوا الكره الهجوميه هي دي اللي فارقه مع الدوري السنه دي. صحيح. هي دي اللي مخليها شكل الدوري ممتع. ولسه هيبقى فيه امتاع اكتر من كده. الناس هتتبسط جدا من الدوري، وانا بقيت بستمتع ان انا اتفرج فعلا على الدوري المصري يعني. انت كل شويه الكره واصله للجون. أيوة. على طول في كره هجوميه، في شكل هجومي، مفيش حد بيدافع بس. مفيش حد حاطط مع الجوده بتاعت التقنيه، مع البس، مع الشكل اللي اختلفت الامور فيه، خلت الناس حابه تتفرج، حس ان الملعب شكله حلو كده. طبعا والملاعب كمان الحياه كمان برضو طبعا شكلها حلو. مش عشان انا في قناه اون ملهاش علاقه. انا بتكلم على الملعب. الاذاعه والتصوير والتقنيه اللي شغاله دلوقتي. لا انت رحت لبعيد يا ابو خليل في الكوره. بس مش قوم بس للامانه. في شركاء للنجاح. انا بتكلم على التلفزيون المصري وقن والرابطه. مجموعه تكاتف كبيره يعني. انا بقول على اللي بتفرج الشاشه اللي بتفرج عليها. انا طبعا اكيد ده منظومه كامله. بتدير العمليه وبتدير الكوره في مصر. المنظومه دي عملت اختلاف كبير جدا جدا في شكل الدوري وتصويره، في في في, في الامتاع اللي احنا بنشوفه. ناقص حاجة واحدة بس، ألا وهي إن يبقى في بعض اللقطات اللي هي بتستخبى في 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 في, في الصيغة التحكيمية أو في الصيغة الفار أو في الحاجات دي، لازم تظهر بشكل أقوى من كده. يعني إيه؟ قول اشرح. يعني أنا بتفرج مثلا في الدوري الأوروبي، في الدوري الإنجليزي، في لقطات في الفار بتطلع مش يعني بتوضح لك الصورة كاملة. لسه دي عايز زوايا يعني، تقصد زوايا كتير، تقصد الله ينور عليك اكتر من كده شويه. ليه؟ حتى الناس تبقى مطمنه يا ابو خليل ان ده القرار الصح. هو ده ماشي، هو ده. يعني النهارده اللقطه بتاع البينالتي بتاع الزمالك، انا مقتنع انها بينالتي 100%. اللقطه هي لقطه واحده بس اللي جايه. عارف لو جايه من لقطتين ثلاثه الناس هتقفل بقها، محدش يفتح بقه. بس كان معاك كابتن احمد شناوي واكد انها ضربه جزاء يعني. ده انا بقول لك انا متاكد 100% انها بينالتي وباينه، بس لما تيجي من لقطه واحده غير لما تيجي من لقطه واثنين وثلاثه. هي لقطه اللي جايباها كويس. طب كده بتتكلم على الاعداد، مش بتتكلم على الزوايا، بتتكلم على الاعداد بتاعت الماتش نفسها تقصد، صح كده؟ زوايا الكوره، زوايا بتاعت الكوره. ماشي. انت جايب زاويه واحده. هتقولنا كده بسرعه عشان انا عارف ان الوقت خلص، بس هتقولنا كده لان انا الحكم عليه كان سهله يعني. شوف كابتن احمد شناوي بس لما الزاويه اللي جايباها زاويه واحده بس. عارف لو زاويتين ثلاثه محدش يفتح بقه، محدش يقدر يتكلم. الزاويه بتاع البينالتي بتاع اوباما، الزاويه بتاع البينالتي بتاع النادي الاهلي. لما يبقى في زاويه واثنين وثلاثه ابو خليل، زي ما الكره الاوروبيه، زي ما الدوري الانجليزي بتيجي مره واثنين وثلاثه، محدش يقدر يفتح بقه فيها. بص بقى، بص كام زاويه، بص كام زاويه. انا هفرجك بس ايه كام زاويه. ادي واحده، ادي واحده، بص الدفع فين. تمام. هتقول لنا بقى الزوايا اللي عندك يا بابلي كلها، عايز كام زاويه بقى كابتن طارق؟ اصل في الكره دي تحديدا ليها كام زاويه يعني.
انا مش مختلف يا ابو خليل. امين عمر خاسس جامد ما شاء الله يعني. لا خاسس جامد والله. على فكره انا بس انا شفته لسه شايفه قريب فلقيته في التويتر انت يعني. بس هو مهتم جدا جدا عشان الناس ما تفهمنيش غلط. انا ما بشككش في الكوره. الكوره بينالتي. لا لا انا هجيب لك الزاويه. شباب ممكن تسرعوا لنا الموضوع شويه يعني. يعني عشان احنا كده نتفرج على ابص بقى بص اتفرج بص يا باشا شوف بص عايز الزوايا زوايا للكابتن طارق هوب بينالتي سهله اهي بينالتي ادي زاويه كمان اهي اهي في ايه بقى هي دي اكتر زاويه مبينها. ايوه لا اقصد انه كان في زوايا في المباراه دي للامانه يعني ممكن يكون في ماتشات تانية ماشي بس النهارده لا سهله. طب طب فرجونا كده على كام سهله اهي ضربه جزاء. اه لا باينه دافع باين دافع باين من ايد الراجل بتاع طارق الجيش اهو حط ايده على اوعى بس كده خلاص. يا كابتن طارق انا دايما بسعد بيك. ادي واحده كمان اهي بص 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 ادي واحده اهي من فوق كمان دي بالمكسرات واحده بالسمسم اهي ادي بالسمسم اهي واحده بالمكسرات. لا زوايا عايز زوايا خد زوايا مش اكتر من الزوايا. ادينا ادينا بص 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 دي كمان اهي نهار ابيض اهو ده محضر. اه لا زي ما انت عايز اربع زوايا. يا كابتن طارق انا دايما بسعد بيك وبتشرف بيك وبتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله باذن الله رب تقدر تعمل حاجه مميزه مع الترسانه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لقبولك الدعوه ولوجودك معانا ودايما متالق. ربنا يخليك يا ابو خليل. شرف ليا التواجد معاك. انت عارف انا ببقى سعيد قد ايه وانا جاي لك. وبشكر طبعا الاعداد بتاعك واحمد عباسط وعمرو والنجم وعماره وكل عمرو جاب الله زمايلي واخواتي وعمرو ثروت وبابا سعيد ان انا معاك على طول. بشكرك طبعا شكرا جزيلا يا كابتن طارق واجي لك ان شاء الله باذن الله اتفرج على ماتش دجل. بس انا ماليش دعوه بالنتيجه. لا مالكش دعوه. خلاص اتفقنا ان شاء الله باذن الله كابتن طارق ان شاء الله مكسب ان شاء الله برضه بنكرم ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر فريق العمل بكام. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.